العراق وادري ان اي مشكله راح تخلل في نظام منظومه كامله. لا 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 بس بس لا تقول اجنده خالد، لا تقول اجنده، انا ما سوى اجنده ضد البلد منظمه بعد مهما يكون، مهما يكون لا شغلت اجنده ولا اللي سوى اجنده هو رئيس الاتحاد، منتخبكم رئيس الاتحاد اللي سوى اجنده. لا لا سلامتك، انا ما اخلي قيمه الاتحاد ودافع عنه، طبعا تدافع عنه، لا تخليني ادافع. لو سمحت لو سمحت لو سمحتوا لو سمحتوا رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد لا يحترم نفسه، من يشوف نجم، من يشوف نجم خالد، من يشوف نجم يدخل في مجال في مكان يسلم عليه وغصبا عليه يسلم، مو يحترم نفسه. هذه لغه، يحترم نفسه. لو سمحت هو محترم نفسه، يونس ما يجوز هالكلام، وقت اكبر اللي خلاه يصير رئيس الاتحاد. ما يجوز يونس هالكلام، ما يجوز، ما يجوز يونس هالكلام. انا دافع عن المنتخب، رئيس الوفد ينزل يستقبلني، هو يفوت في يده ما يسلم. على شنو؟ لو سمحت، على شنو؟ آه شفت شلون قاعد تشخصن الامور؟ لانه والله ما سلم علي بسوي له اجنده. لا لا لا، موضوع قديم، موضوع قديم، شنو هالكلام؟ لا طبعا يحترم نفسه خارج البلد. اسمح لي، احنا عندنا موضوع، انا مو مع توجه الاتحاد، طبيعي حق الشرع له مو حقي، حق الشرع له مو حقي، لكن انك تجي تحاربني في كل المجالات حتى ما اصعد يم اللاعبين اسلم عليه. انا رحت سعد ناطق وهذا الرجل، انت مو يم مكان اخذت منك، قلت لك خالد من رخصتك ساعة نص ساعة اروح اشوف سعد ناطق وارجع، قلت لك روح. رحت انا واقف جوا ما حد يستقبلني، خلف الله على رئيس مرئيس اتحاد يفوت من يمي ما يسلم يطلع قبل. لا ما لم حق. هو هذا احترامنا؟ لا لا طيب. هذا تقديرنا؟ عيب خالد، انت تدافع عنهم، تخلي هي الشغل مثل هي الشخص يستفعل حتى على الكره العربيه. بس وقت لا 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 يونس حبيبي، المهم انا ارجع واقول شوف، لا عيب خالد، يونس يونس لو سمحت، عيب خالد، لا نقلل، لو سمحت لا نقلل من اي شخص مش موجود. ما قلل، شكرا والله، عمري ما قللت من واحد. تقاطع موجود، انا ويا رئيس الوفد نزل لي همين رجال، انا متقاطع وياه خو، نزلنا واستقبلنا وضحكنا وسوالف. يابا شلون اسعد، ايش ودك انت قاعد هنا مكانك مستانس؟ ايش تبي تروح لهم؟ خليك مكانك. لا من لاعبين تبلغت لا وانا قلت له تروح، اتكسر ثلاث كسور بخشمه، رحت ما حد استقبلني، رئيس الاتحاد نزل فات من يمي ما يسلم علي. شو تفسر هذا؟ شيء شخصي. شكرا لكم، شكرا لكم يونس. انت تدري انك لو سمحت علي دقيقه، لا حد يزعل يونس، لا حد يزعل يونس. انت تعرف انك انسان محترم، نعم، وتحترم الحمد لله. لا انا انت شوف، انا لو غير واحد اشق شيك بس غير على مود هو عراقي. يونس يونس لو سمحت، هذه في مصطلحات انت تقولها ترى هذه لها معاني اخرى في